أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا في السودان هذا المساء من قناة الشروق. البداية بالعناوين: اتفاق بين الحكومة وحركات مسلحة على تمثيل النازحين واللاجئين في مفاوضات السلام بجوبا. رئيس المجلس السيادي يؤكد حرص الحكومة والجيش على تحقيق السلام الشامل بالبلاد. رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المتأثرة. اتفقت الحكومة والحركات المسلحة على تمثيل أصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين في المفاوضات الجارية بجوبا. وعقد وفد الحكومة برئاسة الحركة الممثلة لمسار دارفور جلسة مفاوضات اليوم بفندق بالم أفريكا بجوبا بحضور الوساطة من دولة الجنوب واليوناميد. وكشفت عضو مجلس السيادة عائشة موسى في تصريح صحفي عن اتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم كافة الأطراف مهمتها التوافق على مناطق النازحين واللاجئين لاختيار ممثليهم في التفاوض. إلى ذلك أبان الهادي إدريس ممثل الجبهة الثورية أن الاتفاق حول مشاركة أصحاب المصلحة يعد اختراقا كبيرا في مفاوضات مسار دارفور، وقال إن اللجنة المعنية بمشاركة أصحاب المصلحة ستقوم بتحديد نسب التمثيل للنازحين واللاجئين وفقا لإعدادهم ومرحلة المفاوضات التي سيشاركون فيها. من جهته أعلن عضو وفد الوساطة من دولة الجنوب ديو ماتوك عن انعقاد جلسة رسمية حول مسار دارفور غدا للاطلاع على رؤية الحركات الممثلة للمسار حول قضايا التفاوض. وأبان ماتوك أن الوساطة حددت جداول زمنية للمسارات المختلفة، قدم بعضها رؤيته وتمت إحالتها للحكومة لدراستها بجانب محاور كثيرة للتفاوض. وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة الوثيقة التي قدمتها الحركة لدراستها ورفع تقرير حولها للوساطة. وقالت الجبهة الثورية إن المفاوضات المباشرة التي استؤنفت اليوم بجوبا اللي توافق أو المشاركة بتاع اللاجئين والنازحين والمجتمع المدني هي قضية مهمة جدا بالنسبة لمسار دارفور، وقضية مهمة جدا بالنسبة لنا في الوساطة من أجل الاختراق الحقيقية. مشاركة النازحين واللاجئين والمجتمع المدني في دارفور والمتضررين من الحرب في دارفور سيخلق الاستقرار الحقيقي بالنسبة للسودان، وفي تقارب جدا في الروع والأفكار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وأيضا اليونيميت اللي هي جهة المستضيفة لكثير من هؤلاء النازيون. قالت الجبهة الثورية إن المفاوضات المباشرة التي استؤنفت اليوم بجوبا مع الحكومة حول مسار دارفور أحدثت اختراقا كبيرا. ووصف الهادي إدريس رئيس الجبهة في تصريحات صحفية الاتفاق الذي تم على إشراك أصحاب المصلحة بالاختراق الكبير فيما يلي تمثيل النازحين واللاجئين، وأكد مواصلة التفاوض في مسار دارفور. وقال إن الجبهة الثورية ستدفع الوساطة والحكومة إلى الاتفاق الإطاري بشأن دارفور. وأوضح أن من مهام اللجنة المكلفة بإشراك أصحاب المصلحة معرفة إعدادهم وتحديد نسبة مشاركتهم وتسمية ممثليهم ومرحلة المشاركة. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان
حرص الحكومة والقوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل. وشهد البرهان حفل تخريج دارسين بأكاديمية نمير العسكرية العليا، ودعا فرقاء العملية السياسية وحركات الكفاح المسلح لاغتنام الفرصة التاريخية والوصول لحلول المشكلات التي قامت من أجلها الحروب بما يرضي الأطراف في إطار سودان جديد ديمقراطي موحد يحترم التنوع والتباين، ليجد الجميع أنفسهم شركاء في بناء ونهضة الوطن. وأشاد بالدور الريادي والطلعي الذي تقوم به القوات المسلحة وتاريخها المتميز بالبطولات والتضحيات والاحترافية. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق بالبلاد، خاصة المناطق المتأثرة بالنزاعات. ولدى لقائه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، جدد حمدوك التزام حكومته بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عقب اللقاء أن اللقاء ناقش سبل تمكين برنامج الأغذية العالمي من توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تحتاجها، وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبدى رغبة صادقة وحقيقية في التعاون مع البرنامج لتمكينه من الوصول للمناطق المتأثرة بالنزاعات لتقديم المساعدات الإنسانية لها. أعلنت منظمة جلوبال إيت هاند عن إجراء مسح لتحديد أماكن وجود الألغام والذخائر غير المنفجرة بجنوب كردفان، توطئة لإزالتها وإعداد قاعدة معلوماتية تبين أماكن وجود الألغام والذخائر غير المنفجرة توطئة لإزالتها. وأشارت رشا الأمين مدير المنظمة بكادوغلي لأهمية توعية النازحين بخطورة الألغام وخطة منظمتها في حتى يتثنى للنازحين من العودة لمناطقهم، مشيدة بدعم الحكومة السودانية والمركز القومي للألغام والأمم المتحدة لبرامج نظافة المناطق من مخلفات الحروب. وأكدت أن عمليات النظافة والإزالة تبدأ مباشرة بعد التوقيع على اتفاق السلام وبمشاركة واسعة من المجتمعات المتأثرة بالحرب. ذات أهمية التوعية في هذه المرحلة، خاصة وأن الولاية تشهد يعني إحلال سلام سيكون دائما إن شاء الله، ووجود نازحين بكل المناطق أو بكل المحليات متوقع عودتهم لمناطقهم ولمساكنهم، فبالضرورة بمكان وجود توعية بمخاطر الألغام، وكما تعمل على في المسح الفني لآثار الألغام والذخائر الغير منفجرة ولديها 4 أيام، ستعمل على جمع العديد من المعلومات لتساعد مستقبلا في عملية الإزالة إن شاء الله. نفى قائد الخدمة الوطنية بالبلاد اللواء ركن محمد الأمين حسن عبد الوهاب أي اتجاه لإلغاء الخدمة الوطنية، قاطعا أن ما تردد في هذا الصدد وتناقلته الوسائط عاري تماما من الصحة. وأكد عبد الوهاب خلال زيارته ولاية نهر النيل ولقائه والي نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين، أكد أن الخدمة الوطنية تمثل دعامة وركيزة للبناء والتنمية والإعمار، مضيفا بأنها تعتبر ضريبة وطنية واجبة الأداء لكل الخاضعين لها. وأعلن عن تدابير وإجراءات ماضية لتطوير تجربة الخدمة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقيام وتنظيم المعسكرات. الخدمة الوطنية إن شاء الله خلال الفترة القادمة في عديد من الخطط والبرامج الموضوعة لترقية الأداء في إدارة الخدمة الوطنية، لذلك رأينا أنه لابد أنه نزور كل المناطق المختلفة على أساس أنه ننزل لهم السياسات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة بإذن الله. يمكن الفترة الأخيرة كان في عدد من الأشياء ظهرت في وسائط التواصل الاجتماعي باعتبار أنه الخدمة الوطنية ألغيت وغيره وغيره، لكن إحنا نأكد من هنا أنه الخدمة الوطنية هي خدمة أو ضريبة تؤدى للوطن، يعني كل شخص غادر لابد أن يؤدي ضريبة الوطن كاملة، وما في أي قرارات صدرت في هذا الشأن. شرعت اتحادات السم والبكم والمكفوفين والمعاقين حركيا في تفاهمات مع الجمعية السودانية لتنظيم الأسرة لتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشروع القومي المتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
وقال مسؤول المشروعات بالجمعية السودانية لتنظيم الأسرة مامون عمر موسى خلال الورشة التنويرية المشتركة، قال إنهم بصدد دعم استراتيجية للسلوك والمناصرة لهذه الاتحادات باعتبارها إحدى الفئات المستهدفة بإنجاز المشروع القومي للصحة الإنجابية وحماية المرأة، مشيرا إلى أن الورشة ستستمر ليومين متتاليين. الهدف من المبادرة زي ما قلت لك انه نحن جينا نوصل رسالة معينة للأطفال ديل، ونحن تفاجأنا صراحة من التنظيم بتاع الأطفال ديل، ونظموا لنا معارض جوا لأعمالهم، عندهم أعمال تشكيلية، أعمال بالرسم، عندهم أعمال بالخزف، عندهم أعمال جميلة جدا. فالزيارة دي نحن يعني تعرفنا على العالم ده أكثر، وإن شاء الله الزيارة ما حتكون الأولى والأخيرة، لا الزيارة حتكون إن شاء الله بشكل دوري بشكل ثابت. حتكون الزيارة ذاتها حتاخذ طوابع مختلفة زي ما قلنا، حتاخذ الطابع مثلا ممكن تكون في شكل رحلة ترفيهية للأطفال، ممكن تكون في شكل مثلا مسابقات زي ما حصل للمبادرة البسيطة قبل شوية. يمكن أول مبادرة تخش المركز، وأول مبادرة أنا أحس بأنها فيها مصداقية. والله أنا زي ما قلت للشباب الجونين أستاذ محمد وأستاذ محمد العربي وأستاذ منتصر، أنا قلت لهم أنا ذاتي معاكم عشان نرفع الأولاد دي، ومبادرة جميلة. والله أنا زي ما قلت برضو أنا والله نفسي يشيلوا معي الأولاد دي. استطاع طلاب أكاديمية المنهل للعلوم ومن خلال معرضهم السنوي تقديم ابتكاراتهم في مجالات الهندسة والصحة والفنون المختلفة، وهذه مناسبة يأتي الاحتفاء بها تماشيا مع احتفالات البلاد بأعياد الثورة والاستقلال. إنها ابتكارة في عالم التكنولوجيا، كيف تتحكم على نظام الإضاءة في بيتك أو مكتبك عن طريق الهاتف؟ تجربة من طالب بالهندسة في أكاديمية المنهل للعلوم، والذي نهل هذا العلم وطوره لهذا المستوى آملا في الوصول به إلى سلالم أرحب. اللي هو هنا بنستخدم منه البلوتوث بتطبيق بالتليفون عشان نتحكم بالكهرباء بتاعت البيت عادي، انه مثلا تيجي خاش البيت توصل البلوتوث تشغل الاضاءه تشغل المراوح توصل الكهرباء للبيت عشان يكون في حمايه للكهرباء، ممكن هنا بالتطبيق نشغل اي حاجه. والاكاديميه التي ترعى مواهب الطلاب كانت حريصه في اقامه معرض يتنافس الطلاب من خلاله في ابراز مقدراتهم. احنا الايام دي بنحتفل ممكن تزامنا مع عياد الاستقلال، وعياد جميلة بالنسبة لنا عياد الصور. عندنا معارض علمية أدبية، المعارض فيها فعاليات الطلاب من البرامج الطبية، الطب البشري والأسنان، المختبرات الطبية، ومعارض عن الهندسة، ومعارض الاقتصاد، ومعارض نظم المعلومات الإدارية. وفعالياتنا ابتدت من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وإن شاء الله ختام الفعاليات الطلاب حيكون في احتفال كبير لاستقبال الطلاب الجدد في أكاديمية المنهل. تنوعت إبداعات الطلاب بتنوع المحتوى، وقد ساعدتهم البيئة كثيرا في إبراز هذه الإبداعات، والاهتمام كبير بالجوانب الصحية. الصحة مسؤولية الجميع، مسؤولية الفرد الصغير قبل أن يكون مسؤولية الكبار، فعندما يتخذ المرء من نفسه شعارا للصحة فبذلك ينشأ لدينا مجتمع كامل صحي سليم ومثالي، ونكون مثال وشعار لغد أفضل ولسودان أفضل إن شاء الله. فنحن في أكاديمية المنهل أقمنا هذه المعارض وتوجهنا فيها، بل وركزنا تماما على أن تكون جميع الفيديوهات وجميع المشاركات من الطلاب تحث على الصحة بكل جوانبها. فنحن نهدف إلى وجود الطب بين المجتمع. لدينا أركان كانت تستهدف المرأة وتستهدف الرجل وتستهدف الطفل، لكن الهدف نفسه كان بصورة علمية جميلة مستساقة حتى تصل لجميع الفئات بسلاسة ويسر. المنهل تضع وفق سياساتها منهجا علميا محكما في العملية التعليمية، لا سيما في المجالات الهندسية والطبية، فضلا عن الاهتمام بإبداعات طلابها. احنا اليوم في افتتاح معارض أكاديمية المنهل، معارض طبية وهندسية والعلوم الإنسانية.
حقيقه فرحونا ابنائنا الطلبه اللي ما قدموه من مشاريع وتصاميم سواء كانت في مجال الهندسه او في المجالات الطبيه. دائما المنهل يعني تؤكد على الانشطه الغير صفيه وضرورتها بالنسبه للطالب للتعبير عن مواهبه ومعرفه امكانياته. غير المعارض ايضا في عندنا مباريات لكره القدم اختتمت يوم امس، ايضا شاركت جميع فرق الاكاديميه، واحنا عندنا قناعه انه الانشطه اللاصفيه لها ضروره حتميه تساعد الطالب وتسد الفراغ ان وجد وتبين مواهبه وقدراته. ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لابنائنا وجميع العاملين. وهذه تاتي تزامنا مع احتفالات البلاد باعياد الثوره والاستقلال، وهم يرسمون بريشه الفنان وينفذون بعقلية المهندس ويمضون بقلب الطبيب لبناء السودان. ناجي فاروق أسره سبق النيل. جولتنا في السودان هذا المساء مستمرة، تتابعنا فيها عقب الفاصل. مصدرون يحملون تجار العملة مسؤولية الإضرار بالاقتصاد القومي. اقتصاديا، أكدت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عيسى الحاجة للرقابة والتشريعات والمجتمع المدني لمكافحة الفساد، وأضافت لدى مخاطبتها ندوة مكافحة الفساد التي نظمتها الجمعية السودانية للأمم المتحدة بالخرطوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. قالت إن الفساد يضعف من البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، مشيرة لإجازة الأمم المتحدة لاستراتيجية التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي وربطها مع قضية الفساد باعتبارها عائقا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، ممتدحة دور الجمعية السودانية للأمم المتحدة في مكافحة الفساد، وكذلك دعوتها للجميع للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف بكل مظاهرها في الدولة والمجتمع. ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة نود أن نحيي الجمعية السودانية للأمم المتحدة للجهود التي تبذلها تعزيزا للوعي وترسيخا للأهداف السامية لميثاق الأمم المتحدة ولترقية التعاون الدولي، خاصة في مجالات إقرار السلم ونزع السلاح وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان وتهيئة البيئة المناسبة لتقدم وتطور المجتمعات الإنسانية. وضع مصدرون خارطة طريق لاستقرار أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وحملوا تجار العملة مسؤولية الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ممارسة هذه التجارة، وشددوا على أهمية تجفيف الأسواق الخارجية للعملة وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات العربية، واتهموا المصدرين الذين يهربون بحسائل الصادر إلى الخارج بممارسة هذه التجارة، وطالب عدد منهم بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع دولة الإمارات العربية للعمل على الحد من هذه التجارة الضارة بالبلدين، سيما مع تشديد كل الدول الأوروبية وأمريكا على تفعيل الأنظمة والقوانين الدولية للحد من ظاهرة غسيل الأموال وما تشكله من خطورة لارتباطها بالعمل الإرهابي الدولي. أسهم تأهيل قنوات الري بمنطقة متاتي بمشروع الجاش الزراعي إلى زيادة المساحة المزروعة بمحصول الذرة هذا العام، وأكد مدير منظمة دلتا الطوعية المنفذة للمشروع أن برنامج التأهيل ممول عبر الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن المنظمة استفادت من خبرة هيئة البحوث الهيدرولوجية بمدني لتطبيق التقنية الحديثة لطرق الري بالمسقى والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج. عادت الحياة لمزقى 15 بمنطقة متاتي بمشروع الجاش الزراعي بعد إعادة تأهيل غنوات المزقى عبر منظمتي دلتا وبلان بعد التدهور الذي لحق بها لعشرات السنين، فزادت المساحات المزروعة بالمزقى وارتفعت معها معدلات الإنتاج. كان ما يشرب المزقى ده كله يشرب لنا الجدو الثالث والربع، هسه لما لقينا الخدمات ده كملت الشراب في المزقى ده كله. مسجلين كان نصف فدان للمزارع فدان
ما ندو نسبة أعلى من ده حسب الشراب. السنة ده الحمد لله لقينا الشراب مسجلين المزارع 3 فدان والمحصول ما زي الأول. هسه في الحصاد شغالين لكن وقت تقديراتنا الفدان دي بيمكن 5 7 6 حسب الشغل اللي شايفينه. وقبيل قاعد يجيب 3 2 في محلات ما يجيب حاجة. لاحظنا زيادة في نسبة المساحة المروية. في السابق كان في جزء كبير جدا من المساحات ما قاعد تصل المويه، الآن حوالي 350 فدان تم غمرها بالمياه وتمت زراعتها، وفي جزء ما يغارب ما بين 350 ل 400 فدان الآن باعتبار انها تربة رطبة يمكن استصلاحها في زراعتها بمحاصيل اخرى. تطبيق التقانة الحديثة في تنظيم طرق الري بالمزقة كان لها دور محوري في اتساع المساحة المزروعة هذا العام بعد أن أثبتت التقانة نجاحها بمزقة 14 بكسلة. بداية كانت عمل المساحي حاولنا نتعامل بالتقنيات الحديثة بتاعت الجيس الريموت سنسينج عشان نراغب الزراعة الأمراض اللي فيها، كان في جزء فيه في هيدرولوجي. الحمد لله لقينا تعاون كبير من المزارعين هنا، كان عندنا تجربة جربناها في مزقة 14 كسلة والحمد لله نجحت نجاح فائق. الفدان بدل ما كان بيجيب 5 شوالات بقي يجيب 11 فدان، وحاليا الحمد لله السنة دي نفس التجربة باعتبارها نجحت بنسبة 90%. وشكل النقص الحاد في مياه الري أكبر المشكلات التي واجهت المزارعين بالمزقة سابقا، لذا جاء تدخل المنظمتين للاستفادة مما هو مهدر من مياه وتوظيفه لخدمة أكبر عدد ممكن من المزارعين، مصحوب ذلك بتأهيلهم عبر دورات الإرشادية ذات العلاقة بمهنتهم. هو المصدر الوحيد للمياه في هذه المنطقة، لكن نرى أنه في كميات كبيرة جدا من المياه مهدرة في هذه المنطقة، لذلك جاء تدخلنا في هذا المشروع. يعني كان فيها أنشطة مصاحبة، فيها إرشاد زراعي، فيها التدريب للمزارعين ذاته كيف يديروا شغلهم وكيف يديروا عمل لجنتهم. خالد بشير شروق، ولاية كسلا. رياضيا، رشحت معلومات عن أن نادي الهلال العاصمي صرف النظر عن التعاقد مع المدافع المالي سالف كوليبالي بعدما كان مرشحا بقوة لارتداء شعار الفريق في الانتدابات الشتوية المقبلة، وجاء تراجع نادي الهلال بسبب مشاركة اللاعب في دوري أبطال أفريقيا مع نادي الرجاء المغربي خلال الموسم الحالي. وفي ذات السياق ينتظر أن يستقبل الهلال بعد غد الجمعة لاعب الشرطة العراقي المهاجم الكونغولي جونيور بعدما توصل إلى اتفاق معه مؤخرا. انطلقت بالخرطوم فعاليات المهرجان الرياضي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في نسخته الجديدة بمشاركة اتحادات المكفوفين والصم والبكم والإعاقة الحركية برعاية من اتحاد المعاقين الرياضي. وقال ممثل مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة الشفيع التجاني سليمان، قال إن فعاليات المهرجان تشتمل على المنافسة في الخماسيات بالنسبة للمكفوفين ولعبة الجلة وكرة الجرس لبقية الإعاقات، وأضاف أن مستوى المشاركة ارتفع بنسبة كبيرة عن العام السابق، ذلك للوعي الكبير بحق المعاق في ممارسة الأنشطة الرياضية. عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الحكم المغربي نور الدين الجعفري لإدارة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني ضمن الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقررة في 28 ديسمبر الجاري على ملعب راديس. ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متقدما على الهلال السوداني والأهلي المصري الذين يتقاسمان المركز الثاني ب3 نقاط لكل منهما، فيما يتزيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة بدون نقاط. ختام جولتنا في السودان هذا المساء تذكير بالعناوين. اتفاق بين الحكومة وحركات مسلحة على تمثيل نازحين ولاجئين في مفاوضات السلام بجوبا. رئيس المجلس السيادي يؤكد حرص الحكومة والجيش على تحقيق السلام الشامل. رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المتأثرة.
نهاية جولتنا في السودان هذا المساء، تحياتي وفرق العامل، وللمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. حتى الملتقى بحول الله، في أمان الله.